مكتب المستشار أحمد بدوي المحامي بالنقد والمستشار القانوني. مجالات العمل بالمكتب: خدمات وشؤون الأجانب، إنهاء كافة التعاملات والإجراءات لغير المصريين بإصدار جميع المستندات الحكومية والتعامل مع الإدارة العامة للجوازات وكافة الجهات الحكومية المصرية، العقود والاتفاقيات وتأسيس الشركات، صياغة العقود والاتفاقيات والمذكرات طبقاً للقانون المصري ووفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، خبرة في تأسيس الشركات التجارية والشركات الاستثمارية وفروع الشركات الأجنبية في مصر. مجالات العمل بالمكتب: القانون الجنائي. عدد من السادة أساتذة القانون الجنائي والمستشارين والمحامين أصحاب الخبرة في فنون المرافعة والمدافعة أمام المحاكم الجنائية بكافة درجاتها داخل مصر وفي بعض الدول العربية. القانون المدني. عدد من السادة المستشارين والمحامين وأصحاب الخبرة في دراسة وتأسيس القضايا المدنية وكتابة مذكرات المرافعة والمدافعة أمام المحاكم المدنية بكافة درجاتها داخل مصر وفي بعض الدول العربية. القانون التجاري. عدد من السادة المستشارين والمحامين أصحاب الخبرة في دراسة وتأسيس القضايا التجارية وكتابة مذكرات المرافعة والمدافعة أمام المحاكم التجارية بكافة درجاتها داخل مصر وفي بعض الدول العربية. للتواصل مع مكتب المستشار أحمد بدوي اتصل على يا مساء الفل على كل حبايبنا في الغربة هناك، واتطمن احنا هنا كلنا معاك، معاك في الغربة وشايفينك، معاك في الغربة الله يعينك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم معاك في الغربة. مساء الخير عليكم، النهاردة بنلتقي في حلقة جديدة دسمة شوية فيها عدد من الأخبار وفيها عدد من الموضوعات مهمة جدا. هنبتدي زي ما تعودنا على طول بفقرة الأخبار. النهاردة عندنا الخبر الأولاني خاص بالمصريين العاملين بمملكة الأردن. الخبر ده بيقول إن هيستمر تخفيض رسوم تجديد رخص العمل، هيفضل مستمر حتى 31 مارس بس، وهيكون مقابل 200 دينار في الحالات اللي بيجدد فيها رخص العمل أو بينقل فيها للمجالات طبعا المسموح بها للمصريين اللي هي الزراعي والمخابز. هتستمر الفترة بتاعت تخفيض رسوم التجديد وهتفضل معانا مستمرة لحد 31 مارس إن شاء الله بإذن الله. المصريين استفادوا منها إما عن طريق النقل وإما عن طريق إن هم يجددوا رخص العمل بتاعتهم عشان يفضلوا بصورة نظامية، ويستفادوا إن شاء الله بإذن الله من وجودهم في المملكة الأردنية الهاشمية. طبعا عندنا الخبر الثاني برضو متصل بالخبر الأولاني، وهو بيقول إن تم مد الفترة، كان المفروض تنتهي النهاردة مغادرة من انتهت رخص عملهم وأصبح إقامتهم غير نظامية بالأردن. هيستمر الخروج الآمن خروج بلا عودة زي ما أطلق على الحملة حتى يوم 10/2/2020، يعني يقدر النهاردة من اليوم لحد 10/2/2020 لو 10 شهر مقبل يغادر المملكة الأردنية بدون ما يتعرض لأي عقوبة ولا يتفرض عليه غرامة طالما رخصة عمله غير سارية ووضعه غير نظام. وطبعا بكده الأردن مددت بدل ما كانت نهاية المهلة دي النهاردة مددت لحد يوم 10/2 إن شاء الله بإذن الله. الناس اللي رخص عملهم ما تجددتش أو ما تمكنوش من تجديد رخص العمل بيتمكنوا من مغادرة خلال الفترة الجاية، وبيشوف بقى إن شاء الله فرصة عمل جديدة وربنا بإذن الله يكتب له الخير. عندنا الخبر الثالث خبر خاص بوزارة الهجرة بمعالي الوزيرة نبيلة مكرم. بصراحة هي بتجتهد في مبادرة كان أطلقها السيد الرئيس وهي خاصة بمراكب النجاة. كنا شايفين إنها بتكافح الهجرة الغير شرعية وبتحاول توفر وسائل لإنقاذ اللي بيتعرضوا لأخطار الهجرة غير الشرعية.
ولكن بصراحة كان في ناس كتير جدا بتعتب بإن احنا بنكافح ولكن ما بنعالجش. الخبر بتاع النهاردة بيقول لا والله إن وزارة الهجرة مشكورة ابتدت بموجب اتفاقيات عملتها ودخلت جهات معاها ابتدت توفر مبالغ مالية لتوفير فرص عمل للي كان بيفكر في الهجرة غير الشرعية. وبرضه في سياق متصل وزارة الهجرة دربت عدد كبير جدا من اخواتنا الشباب والشابات حوالي 650 شاب وشابة ان هم يقوموا بعملية التوعية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وطبعا النهارده كنا بنكافح بس ما كانش فيه فرص عمل، لكن بالمبالغ اللي اتضخت تقريبا حوالي 55 مليون جنيه في مراكز مستهدفة شايفاها الوزارة ان هي اكبر مراكز طاردة للشباب عشان ما فيش فرص عمل او حاجة تقدر تساعدهم ان هم يحصلوا على فرصة عمل، وبالتالي بيفكر في ان هو يغادر البلد بطريقة غير مشروعة. وطبعا احنا كلنا كنا بنتابع الفترة اللي فاتت الشباب المختفيين هنا والشباب المختفيين هنا، فالوزارة خدت تحرك ايجابي جدا بانها توفر لهم فرص عمل او مشاريع صغيرة او دعم من اي نوع بحيث ان احنا نبقى بنكافح وبنعرفهم خطورة الهجرة غير الشرعية وفي نفس الوقت بنعينهم على ان هم يفضلوا قاعدين ويستفيدوا من مبالغ اللي كانت هتروح عليهم للاسف في الهجره غير الشرعيه، وبالتالي بنرجع ندور عليهم وما بنلاقيهمش زي شبابنا الموجودين في سوريا وفي عدد كبير جدا من الدول اثناء محاولتهم للهجره غير الشرعيه، وكنا بنسميهم فريسه لبعض السماسره اللي كانوا بيتاجروا بارواحهم قبل ما بيتاجروا بفلوسهم. وبرضه في خبر تاني بصراحة كان أسعدنا جدا وهو خاص بوزارة الهجرة برضه، إن وزارة الهجرة تفقدت مع معالي وزير الاستثمار تخصيص جزء في هيئة الاستثمار خاص باستثمارات العاملين بالخارج، وده لتوفير وقتهم طبعا وإنهاء الإجراءات بطريقة مختصرة والاستفاده من التعديلات اللي حصلت على قانون الاستثمار. وفي الحاله دي طبعا احنا كلنا بننادي اخواتنا اللي بيحاولوا يستثمروا بطرق يعني غير مضمونه، ان انا ابعت فلوس لحد فحد يستثمر لي، لا والله النهارده مسموح لحضرتك انك تتوجه حضرتك او اي وكيل عنك ويخلص اجراءات الاستثمار ويكون مضمون، زي ما كلنا بندعم وزارة الهجرة في المشروع اللي هي بتدرسه، واعتقد انه خلاص يعني ابتدت تنفذ اجزاء منه وهو عمل صندوق وطني للاستثمار للعاملين بالخارج. لما البنك المركزي ووزارة الهجرة والوزارات المعنية هي اللي هتشرف على الاستثمار ده هيكون يعني في امان اكتر، هيتوفر لحضرتك في استثمارك وهيخش في يعني رؤوس الاموال اللي هتتجمع هتدخل في حاجات بهدف الربح حتى ان كانت يعني ربحها صغير في الاول، لكن بعد كده هتبقى تكتلات كبيره جدا. احنا نثق في ان العاملين بالخارج ما بيتاخروش عن دعم الدوله، وفي نفس الوقت الدوله بتكفل لهم سبل الحمايه، بدل ما بيجي لنا بصراحه استشارات كتير جدا ان ده خد فلوس عشان يعمل لي استثمار او دخلت معاه شريك وللاسف الشديد خد الفلوس وحضرتك بعيد فما تعرفش هو عمل بيها ايه، وبترجع ما بتبقاش لا فلوس ولا اللي انت شاركته ولا اللي انت وثقت فيه في الاول. وان شاء الله باذن الله يعني الدوله تاخد خطوات واسعه في المجال ده لتوفير مناخ امن. كان عندنا اخبار كتيره جدا خاصه بالمصريين في الخارج وفي تعديلات لبعض القوانين. طبعا عندنا قانون تم تعديله في المملكه العربيه السعوديه واصدر معالي وزير العدل السعودي تعديل على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية، وحصل احتفاء واحتفال ببعض التعديلات، ولكن هنشرحها بصراحة لأن احنا مش شايفينها ان هي واجبة الاحتفال بيها قد ما هي بتشكل سرعة في الفصل في إجراءات التنفيذ، وهنقول ده ليه في فقرة من الفقرات. لأن النهاردة مش معنى انه عدل النظام ومنع ايقاف الخدمات فحضرتك ان انت خلاص كده السيف اترفع في ان انا اصبح مش موقوف خدماتي، لا هو ايقاف الخدمات اللي كان بيحصل تم التعديل عشان يبقى ايقاف جزئي لبس خدمات حضرتك الحكوميه، لكن البنوك نفس الوضع تفضل زي ما هي. بصراحه المنع من السفر زي ما هو، هنشوف في الفقره بتاعت الخبر ده ومناقشته لانه مهم جدا لان في لغط كبير حاصل عليه
لخصنا لكم كده الموضوع ماشي ازاي وايه اللي هيحصل والتعديل شمل ايه وما شملش ايه وايه اللي هيفيدنا وايه اللي هيضر، لان طبعا في قرارات حبس جوابي وجوازي هتتطبق بدل ايقاف الخدمات. بس ففي الفقره دي احنا هنشوف يعني هنتكلم فيها بالتفصيل وهنشوف الموضوع باذن الله. عندنا خبر بيقول ان فبراير هو فبراير الحصاد لاسره المهندس علاء ابو القاسم. طبعا ده حضراتكم متابعين وكلنا متابعين المهندس علاء ابو القاسم، استمر فتره كبيره جدا من مجهوده والاجراءات من اسرته وزوجته والناس اللي داعمين للقضيه. بصراحه شهر فبراير هيشهد اولى جلسات المحاكمه هنا للمتهمين الحقيقيين اللي اوشب المهندس علي، كما سيشهد اولى جلسات اعاده محاكمه المهندس علي في المملكه العربيه السعوديه. واعتقد ان كل القائمين على القضيه مستعدين وعارفين ان ان شاء الله باذن الله جوله مهمه جدا في قضيه المهندس علي. نتمنى باذن الله ان شاء الله ان هي تنتهي بانتصار كان واجب من فترات بعيده جدا، وان شاء الله جوله مهمه هنتابعها خطوه بخطوه جلسه بجلسه قرار بقرار لحد ما باذن الله كلنا نفرح بانتصار الحق وخروج المهندس علي بريء باذن الله. عندنا اخبار متعلقه بحالات كنا اتكلمنا عليها في البرنامج، بس بصراحه مستنيين لسه ليها يعني كماله او بقيه. عندنا متابعه لعم ابو اسلام اللي احتفلنا كلنا بسداد الديه، ولكن لسه بصراحه ما وصلش الارض مصر. هنشوف هيوصل امتى وهنحاول نتواصل ونشوف هنوصل امتى في خلال فقرات البرنامج. عندنا كمان حاله استاذ احمد صلاح قعود اللي انتهت واحتفلنا بيها الحلقه اللي فاتت، ان كان سدادة سريع جدا، وهنشوف هل لسه السيستم معاند المصريين وما فتحش او فتح اجراءاته انتهت ولا لا. انا اعرف ابو اسلام اتحجز له ولا لسه، المره اللي فاتت كان في تذكره بس ما نزلش مصر، واسرته قعدت تقريبا ما يقرب من 12 ساعه بالمطار منتظراه، ولكن للاسف روحوا تاني بدون ابو اسلام. عايزين نشوف موضوع استاذ احمد قعود ايه اللي حصل فيه، نتواصل مع الناس المسؤوله عن الحاله وان شاء الله باذن الله نعرف اجراءاته ماشيه ازاي وهل تمت ولا لسه في حاجه معطلاه. بصراحه هنتابع بعض القضايا اللي احنا كده متابعينها كل حلقه، زي مثلا اسره عطية الشحات بتستجير بوزارة العدل في لبنان، لأن الإحالة تأخرت ما يقرب من 3-4 شهور. نعلم مدى الارتباك اللي بيروت بتعيشه بسبب الأحداث السياسية، ولكن نأمل في أن يصدر قرار لعطية الشحات بالإحالة عشان نتمكن من إثبات براءته اللي احنا بصراحة نثق فيها جدا، وعطية يثق فيها، وكل اللي تقريبا قرب من الموضوع أو أراه يعلم قد إيه عطية بريء، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يرفع عنه ويكون في أقرب وقت ممكن نوصل لإثبات البراءة. عندنا كمان متابعة لأسرة عم بليغ، بصراحة كان عندهم مناشدة عايزين نعرف إيه اللي تم فيها. عندنا متابعة لشباب سوريا او الشباب المصري اللي موجود في سوريا بالسجون، بصراحة كان في زيارة او يعني كلام كده، وان شاء الله باذن الله وجدنا كل التعاون من وزارة الهجرة بصراحة، وشرحت الامور باستفاضة هنشرحها مع استاذة اسماء وهنناقش الموضوع وهنقول قد ايه الناس احرص مننا على كل شباب مصر في الداخل والخارج. عندنا متابعة لقضية خالد عيد، هل تقدم التماس اعاده النظر او لم يقدم؟ هتحضر استاذه اسماء وهتخش زوجه الحاج خالد، وان شاء الله باذن الله نشوف اخر الاخبار فيها ايه. عندنا متابعات كتير وعندنا فقرات كتير، هتنتظرونا بعد الفاصل هنشرح كل حاجه وهنكون معاكم لحظه بلحظه، وهننتظر متداخلاتكم وهنرد على استفساراتكم من خلال بث او من خلال الاتصال. فاصل ونرجع لكم على طول. اطمن احنا هنا كلنا معاك في الغربة وشايفينك، معاك في الغربة الله يعينك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. طبعا خلونا نرحب بأستاذة أسماء السيد. أهلا وسهلا أستاذة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك أستاذ مستشار. متسجلة غياب أنت الحلقتين اللي فاتوا. معلش بقى أنت عارف إن أنا كنت فيه والله. أن مش هنطول, هنخش على طول على المواضيع المهمة عشان النهاردة ضغط في المواضيع. عندك أول حاجة تعرفي حاجة عن موضوع أبو إسلام؟ لا والله انا يعني خلصنا الموضوع وانشغلت شويه في السفر اللي انا كنت فيه, بس اللي انا اعرفه ان هو تقريبا يعني لسه الاجراءات بتاعت المحكمه ما خلصتش. اللي كان الورق اللي كان جه كان الاجراءات خلصت خالص, وكان تقريبا المفروض ان حد من السفاره يراجع على اساس انه خلص اجراءات الشميسي ويبتدي يحجز تذكره السفر او ياكد الحجز وان شاء الله يروح. ان شاء الله. بس طب هنستنى طبعا مداخله من احد فريق مهام, لان يهمنا نعرف هو نزل امتى باذن الله عشان نشاركه باللحظه دي باذن الله ان شاء الله. طيب وعندنا كمان موضوع استاذ احمد قعود, اللي هي الحلقه اللي احتفلنا بيها, الحلقه اللي فاتت اللي كان سدادها كان بسرعه جدا الحمد لله تمام. بس ايه ما فيش اي متابعه فيها, ما فيش حد تواصل مع حالتك, ما عرفتيش الفريق برضو اللي متبني القضيه الاستاذه هاله والاساتذه المتبنين القضيه هناك هم متابعين بقى فيها برضو بصراحه. انا انت عارف هنا انا احنا تقريبا يعني نتمنى استاذ محمود يتدخل معانا, هو كان المشرف على الحاله في الاول خالص تقريبا مساعد. بالظبط. فهننتظر بس اي خبر منه على اساس نطمن اهله ونعرف ايه اللي تم في الموضوع ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طيب عندنا نخرج بقى بره الموضوع ده, هنتكلم في موضوع خالد عيد. زوجة خالد عيد انتوا قمتوا باجراءات هنا كتير جدا تقريبا صح؟ بالظبط. طيب كنا احنا قلنا نعمل التماس اعاده النظر ونقدمه على اساس انه يفتح الموضوع هنا, المحضر خد حفظ صح؟ على اساس ان في حكم نهائي هناك. شايف حضرتك التحرك الفتره الجايه هيكون ازاي؟ يعني نقدر نعمل ايه عشان نفتح القضيه تاني وان شاء الله باذن الله, لان اعتقد زي ما كنا متابعين انه خالد بينفذ مش كده؟ بالظبط. طيب شايفه ايه الفتره الجايه؟ هو طبعا خالد كان اخذ 20 سنه و1000 جلده, وحاليا دلوقتي بينفذ الجلد كل فتره كده بياخدوه وبيعملوا عليه بينفذوا الجلد عليه. طبعا الحكم للاسف طبعا هو كان عمل التماس اعاده نظر من فتره وكان اترفض لان هو ما قدمش جديد. الجديد اللي احنا عملناه, احنا ابتداء من شهر 6 اللي فات كنا اشتغلنا على القضية من جانب المصري وقدمنا بلاغاتنا والمتهمين اتقبض عليهم طبعا هنا في مصر واتحقق معاهم وتم احالتهم للمحكمة وبيتحاكموا حاليا. ده الجديد. احنا طبعا عملنا يعني طلب عرائض للنائب العام وتم احالتها لمكتب التعاون الدولي واحالتها للمحامي العام في نيابات اكتوبر, والعريضة طبعا اتعملت محضر اداري وتسأل فيها الشاكية اللي هي زوجة العم خالد وتم التحقيق معاها. بس طبعا احنا كنا طلبنا يعني عمل تحريات من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات, لأن النيابة العامة كانت بعتت للمباحث الدايرة بتاعت الاسم اكتوبر انها تعمل تحري حول الواقع, وللأسف طبعا تحريات الاسم قالت ان طبعا احنا معنا صورة عم خالد او الأستاذ خالد على الشاشة تقريبا ما تعرضتش معانا قبل كده. بالظبط صح. هو الراجل ده اتبسط وعايزين نعرف يعني تم له شاب ازاي. والله طبعا هو سواق زيه زي اي سواق, راح يودي شحنه, كانت شحنه برتقان برضو زي موضوع عم بليغ, كان راح يودي شحنه واتقبض عليه في ميناء ضباء لما اكتشفوا ان في كميه كبيره من الحبوب المخدره مخبأة في مخبأ سري تحت الشاسيه بتاع التريلا او السياره اللي هو داخل بها السعوديه, وتم توجيه اتهام ليه من قبل مكافحه المخدرات بجلب حبوب مخدره وتم احالته للنيابه العامه واحالته للمحكمه, اتحقق معاه وتحل المحكمه بتهمه جلب حبوب مخدره واتحكم عليه ب 20 سنه سجن و1000 جلده. طبعا هو لانه هو طبعا يعني كان بيتحقق معاه وهو قال ان الحاجه دي بتاعه ناس سوريين كانوا نزلوا اعلان على صفحه على الفيسبوك وقالوا ان هم طالبين سواق نقل دولي, وانا اتقدمت زي ناس كتير واتقبلت وانا اتعاملت معاهم وخدت الشحنه ومسافر بيها, انا ما اعرفش ان فيها اي حاجه مخبأه. طبعا احنا لما عملنا بلاغاتنا هنا واتقبض عليهم الكلام ده ما راحش السعوديه والكلام ده حصل بعد محاكمه عم خالد. طب خلينا اسالك سؤال تاني توجه لي بصراحه بعد الحلقه اللي فاتت, ان في عدد كبير جدا تم التنفيذ عليه في سجن تابوك ومكان اخرهم معمر القذافي وللاسف كلهم مصريين. اتوجه لي سؤال بصراحه حسيته انه مهم جدا, هو ليه احنا عرفنا عليه ابو قاسم
باشمهندس علي ابو القاسم طبعا، ليه عرفنا العم بليغ، ليه عرفنا استاذ خالد عيد، ليه عرفنا حتى الصفطاوي، ليه عرفنا معمر، والبقيه الستين ما نعرفش عنهم حاجه. هو احنا ابتداء انا بالنسبه لي انا شخصيا ما اشتغلت على قضيه المهندس علي، انا مش بكلم حضرتك، انا بتكلم على العموم. ما هو الناس ما عرفتش حاجه خالص. ما هو انا موضوع الموضوعات دي كلها عشان انا ماسكاها واتكلمت عنها، وفي فريق اعلامي معايا واتكلموا عنها اعلاميا، وقدرنا الحمد لله ننقذ بعض الناس اللي يعني قدرنا ننقذهم. لكن الناس التانية لو حد غلبان ما قدرش يوصل، او ما يعرفش للأسف. حد يقدر يساعده، حتى مش هنعرف انه اتعدم عشان نقول البقاء لله. لا مش هتعرف، ده قولا واحد. شكرا. طيب نرجع لموضوع خالد عيد. موضوع خالد عيد المفترض ان احنا يعني اتفقنا ان خلاص التماس عقد النظر جاهز هيقدم، وبناء عليه يتم الاستفاده من كل الاجراءات اللي حضرتك وزوجته الحلقه اللي فاتت كانت منهاره طبعا لانها كانت لسه راجعه وحست ان خلاص الدنيا ما فيهاش امل او حتى بصيص تقدر تاخد بيه امل انه يرجع تاني. تمام. فعايزين نطمن اهله ان احنا الاجراءات هتكمل وهنشتغل ومجانا عشان الناس ما تحسش ان اللي ما معهوش فلوس ما حدش بيعرف عنه حاجه. دي مهمه جدا لان ده دورنا على فكره. احنا يعني احنا معاها من الاول طبعا، ابتداء من اول ما عملنا بلاغاتنا لمكافحه المخدرات ومكتب النائب العام والتعاون الدولي ومتابعتنا مع مكتب المحامي العام لبلد. طيب انا اكتوبر. كويس، انا معايا مداخله من زوجه خالد عيد استاذه دعاء. اهلا وسهلا يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك، ازيك يا مستشار احمد؟ والله في نعمه فندم، الحمد لله رب العالمين. دايما يا رب، دايما يا رب. ازيك يا استاذه اسنان؟ اهلا، ازيك يا مدام دعاء؟ ازيك؟ الحمد لله الحمد لله. لا والله العظيم انا ما شفت صوري في حالي دلوقتي، انا مش قادر امسك نفسي. احنا حقك علينا والله، بس احنا يهمنا ان الناس تعرف الملابسات يا مدام دعاء. معلش احنا عارفين ان احنا بنسكل عليكم، وانا اسف والله ان انا طلعت الصوره والله واعتبريها غلطه مني، وانا اسف والله. لا والله ابدا يا استاذ، معلش حقك عليا. لا 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 والله ابدا، انتوا على راسي من فوق يا ربنا. هي الفكره بس كلها ان احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نساعدك، لان عارفين ان مفيش حد واقف معاك. انا عارفه والله، يعني انا وعارفه يعني مقدره مشاغل حضرتك ومقدره مشاغل الاستاذه اسماء. احنا تحت امرك، احنا تحت امرك، احنا تحت امرك، احنا تحت امرك. انا بس ببشرك، يعني زي ما نعم ببشرك ان الحمد لله رب العالمين الالتماس جاهز، فاضل بس على التقديم. بس هنقدم وهنبتدي من اول وجديد، جوله مهمه محتاجينك معانا، هنقف ظهرنا في ظهر بعض زي ما بنقول بالبلدي. انا تحت امركم. احنا اللي خدامينك، احنا اللي خدامينك دلوقتي. لا لا احنا تحت امرك، اعتقد ان استاذ اسماء معاه توكيل هنقدر نوصله له باي طريقه، وان شاء الله رب ربنا يثبت براءته ويردوا لكم بخير يا رب، ويجمعكم على الف خير. والله والله طول ما في ناس زيكم وزيكم استاذ اسماء مؤسسات برضو والله العظيم في البلد، طبعا طبعا بصراحه كتير كتير طبعا بصراحه. احمد انا طبعًا. كل ما بجري وكل ما بروح واجي والله الحمد لله وشكر لله، واسال الاستاذه اسماء الواحد يعني الفضل من ربنا، الواحد بيقابل ناس محترمه ده حقيقي. فوق الوصف والله. ده حقيقي العظيم. ده حقيقي والله. بصي انا 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 بالمناسبه انا بالمناسبه انا بوجه الشكر كامل الشكر بصراحه كل مؤسسات الدوله اللي بتدعمنا وبتساعدنا، وخاصه الاداره العامه لمكافحه المخدرات بصراحه، يعني وزاره الهجره ونائب العام بصراحه. احنا لما قابلنا ما لقيناش حد بيقصر. وعايزه اقول كمان ان وزاره الخارجيه بصراحه بامانه بتساعد بشكل يعني مهم جدا جدا في قضيه بليغ وفي قضيه خالد كمان، واحنا وهي تشهد بذلك. احنا لما بنروح الابواب بتتفتح لنا الحمد لله. مدام دعاء متابعين معانا القضيه خطوه بخطوه. قلت اطمنك وما كانش قصدي خالص ان انت يعني نسمع دموعك ولا عياطك، بس طبعا 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 احنا مع بعض ومكملين، وقبل منك مش وراكي وتحت امرك. هضطر اخرج فاصل، وبعد الحلقه هنكلمك ونرتب مع بعض كل المراحل الجايه باذن الله. شكرا مدام دعاء، ويا رب يجمعك على خير باذن الله. فاصل وهنرجع على طول. يا مساء الفل على كل حبايبنا في الغربه هناك، واطمن احنا هنا كلنا معاك، معاك في الغربه وشايفينك، معاك في الغربه. واطمن احنا هنا كلنا معاك، معاك في الغربة وشايفينك، معاك في الغربة الله يعينك.
اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. هنكمل على اخر حاجه كنا بنتكلم فيها، موضوع عم خالد عيد. موضوع عم خالد عيد ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هنتابعه، هنشوف الالتماسات النظر اللي هتقدم هيوصل لايه، هنراجع هنا الاجراءات. اعتقد ان انتوا خلصتوا كتير جدا من الاجراءات هنا، مش فاضل بس غير النبق قضائيا يتم ارسالها، وان شاء الله يتم ارسال. هو ما خلصش طبعا، في موضوعات كتير لازم هنا، اجراءات كتير لازم كانت المفروض تتعمل، وما كانش المفروض تتعمل الا بعد ما السعوديه تطلب ادامه قضائيه، والانابه القضائيه ان شاء الله هتبقى بعد الالتماس اللي هنعمله هناك في السعوديه ان شاء الله، يقدمه خالد بنفسه. وان شاء الله احنا يعني هنعرض الموضوع على معالي الوزيره برضو، يعني تدخلها برضو يعني تفرق كتير طبعا بعد الالتماس، صح؟ طبعا احنا مع بعض يعني ان شاء الله. ده بالنسبه لعم خالد. عندنا طبعا موضوع مهم جدا، موضوع شباب سوري كانوا 8 بقوا 9، ده اللي لقيناه، صح؟ لقيناهم، بس الكشف الاخير اللي اتبعت فيه حوالي 15 اسم، ده الجديد بالظبط، مع 5 قدام، يعني تقريبا لسه بندور على 20 تقريبا. المرحله الاولى في الثمان شباب اللي كنا لقيناهم او التسعه اللي كنا لقيناهم، تمام، كنا عدلنا اللائحه بتاعت النائب العام، كنا حاولنا نقدم طلبات، تمام. وبصراحه انا يعني هفصح عن مدى التعاون اللي شفناه من الوزارات، وزاره الهجره تحديدا. أكيد. بس وزاره الخارجيه برضه، وزاره الهجره ووزاره الخارجيه اكيد، بس انا بتكلم عن نفسي اللي انا شفته، انت عارفان انا ما بحبش اتكلم غير على اللي شفته، اللي حضرتك شفته. لكن احنا قدمنا البلاغ لوزارة الهجرة ووزارة الخارجية. النهارده لما الوزارة تقول لي اعمل 1 2 3 4، ده الدعم اللي احنا طالبينه. تمام. كناش طالبين اكتر من كده. تمام. وطبعا انا ببشر اهالي التسع شباب ان احنا يعني كلمنا مع المستشار صحبان، مشكورا للراجل ده، متطوع ولا احد يملك يقول ان احنا بنتاجر او بنتكلم باسم حد بصراحة. بس الراجل اول اسبوع هيقدم طلب للقنصليه في دمشق، السفاره المصريه، باسماء واماكن تواجد التسعه اللي وجدهم بالظبط، تمام، على اساس انه يكون طلب رسمي، وهو الراجل يعني صمم انه يكون طلب رسمي، تمام، بحيث ان يتم عليه اتخاذ الاجراءات ويرسل الينا رقم الطلب ونتابع فيه، وان شاء الله رب باذن الله يكون في اقرب وقت ممكن، لو ما فيش حد عليهم بكرر تاني عليه اي مخالفه تتعلق بالانضمام لاي جماعه من الجماعات اللي بتعادي الدوله وبالتالي بتعادي مصر. اكيد طبعا. بس واحنا برضو احب اقول لحضرتك احنا برضو قدمنا طلب رسمي لوزاره الخارجيه الاسبوع الماضي، وكان معايا بعض اهالي الشباب طبعا المتغيبين. طبعا معانا الصور بتاعت الشباب. انا بصراحه ما يعني ده خالد يعني مثلا هم كل الشباب باذن الله ان شاء الله اللي معانا صورهم باذن الله، واللي لسه صورهم ما تعرضتش قريب جدا تكون معروضه، ونقول ان احنا لقيناهم فين، وان شاء الله باذن الله يتم البحث الله. هيتم البحث في الجديد بنفس الاليه عشان برضو الناس تبقى عارفه. الاول هنقول موجودين في الهلال الاحمر، هل حد فيهم مسجل لا قدر الله في كشوفات وفيات ولا لا؟ والمرحلة الثانية بتكون عن طريق البحث في السجلات الخاصة بالسجون إن شاء الله، بس والخاصة بالسجون في المخالفات الخاصة بتأشيرات الدخول بالزبط. لأن ده للأسف عشان برضو ندي الجهات المصرية حقها، لو الجهات المصرية طلبت استعلام عن أي حد في الشباب هو ما دخلش بصفة رسمية أكيد، بس ومش موجود أصل، مش هيلاقوه على المنظومة صح كده، سواء في سوريا أو في لبنان أو في تركيا، عشان احنا يهمنا جدا ان مؤسساتنا تاخد حقها، مش المؤسسات بتطفش الناس لا خالص اطلاقا، بس احنا كلنا عارفين هم دخلوا ازاي، بس دخلوا بشكل غير شرعي، وإلا كانوا رجعوا، لا دخلوا بشكل غير شرعي، بس دخلوا من غير أوراق، فما تمش اثبات اسمائهم في الجوازات والهجرة هناك في سوريا. فمهما هنسأل رسميا هل الناس دي موجودة ولا لا، هيتقال لنا مش موجود، بس في بعض الناس اتصلت على اهاليهم، والكلام ده يعني زي انا ما بتكلمش على جهات الدوله، زي ام خالد ابنها، ما بتكلمش على الجهات الرسميه في الدوله، انا هنا بتكلم على الجهات الرسميه في الدوله. حد دخل هربان من اي دوله لمصر وحضرتك كسفاره بلده بتساليني هل هو موجود عندك ولا لا، هرد اقول لحضرتك ايه؟ انا كشفت في السجلات عندي بشهاده تحركات، ما لقيناش ليه دخول في مصر، عشان بس نبرر الموقف اللي كان حاصل بالظبط. بس طب معانا استاذ ابراهيم من المملكه العربيه السعوديه، اهلا وسهلا فندم، اتفضل.
شكرا استاذ ابراهيم، معلش حاول تخش معانا تاني. طبعا عندنا موضوع يهم كتير جدا من الناس، وهو التعديل على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بالمملكة العربية السعودية. الخبر اللي حضرتك قلته في البداية مش انا اللي قلته، ده احنا احتفلنا بيه بس يعني كل الصفحات السعودية كلهم احتفلوا بيه. ابعاد الخبر ده وتبعاته، وحضرتك يعني كنت قلت لي ان انت تساليني على الهواء، انا هسال نفسي وارد على حضرتك. انا عايز اعرف الخبر ده كلنا فرحنا بيه بس في ابعاد احنا مش عارفينها. صح، صورة الخبر الصادر من وزير العدل السعودي. تمام، على وزير العدل السعودي هيطلع معانا على الشاشه، وهنشوف الفقرات اللي تم تعديلها، وهنشرح باختصار كده يعني ايه التعديل، يعني ايه كل فقره بالزبط. تعديلها عباره عن ايه بالظبط. تمام، معانا اصلا لان الناس كتير جدا كلمتنا عايزه تستفسر عن الموضوع ده بالاخص. يعني بالظبط هينزل معانا الوقت بس احنا هنتكلم فيه. هو طبعا قرار من وزير العدل السعودي، نزل الخبر كده، الغاء ايقاف الخدمات المرتبط بقضاء التنفيذ. ودايما انا ببعد عن العنوان، لان العنوان بيحمل ما لا يحمله نص البيان. تمام، او نص القرار. تمام، بس هو نزل معانا على الشاشه. العنوان ملفت، العنوان شيء، طبعا حضرتك عارفه المانشيت بيبقى شيء ومضمونه حاجه تانية خالص. هو جريده ايه اللي منزلها الخبر؟ لا هو صادر على الموقع الرسمي لوزاره العدل. تمام بس يعني صادر بتاريخ 6 جماد الاخر اعتقد يوم الثلاثاء. تمام، اول امبارح. ال- 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 القرار ده هنسيب صورته كده معانا زي ما هي. القرار في 4 فقرات. تمام، الاربع فقرات دول بيقولوا الاتي، بيقولوا ان ايقاف الخدمات، وهو الخاص بايقاف الخدمات الحكوميه على المنفذ ضده. على المنفذ ضده، اللي هو مين؟ اللي اترفع عليه سند الامر، او اللي راح بحكم حد واخده عليه نهائي وراح بيه قضاء التنفيذ. فكان بيطلع لي على طول قرار بوقف خدماته ومنعه من السفر وعدم التعامل على الحسابات البنكيه. بالظبط فعلا. التعديل يتعلق بايقاف الخدمات الحكوميه فقط لا غير، لكن مش منعه من السفر، ملوش علاقه بمنع من السفر. هو ما قالش انا لغيت المنع من السفر. بالظبط، ما قالش انا لغيت التعامل في البنوك. هو قال حضرتك بس ان حضرتك يعني تملكي تتعاملي مع الجهات الحكوميه، هتجددي اقامه حضرتك، هتجددي اقامه ولادك، هتجددي اقامه الزوج، ده خلاص، ده اوريدي خلاص معمول بيه. تمام، ولكن يعني دي كانت مشكله كبيره جدا ان صح؟ خدماتهم الحكوميه تقف. طب انهي الاحلى؟ يعني انهي الاحسن ليا انا مثلا متعسر وعلى حكم تنفيذي، الافضل ان يتم ايقاف خدماتي ولا الافضل ان اتحبس؟ لا طبعا ايقاف الخدمات مش كده. ده احنا بنحتفل بالحبس او المصحف. معقوله؟ والله لا انا ما فهمتش الخبر كده. انا شخصيا ما فهمتوش كده. لا احنا بنحتفل بالحبس، ان يعني خلاص موضوع ايقاف الخدمات الحمد لله رب العالمين اتلغى. تمام، ولكن بعد 6 شهور يحق لطالب التنفيذ. طب هو بيديله بقى اصدار امر حبس على حضرتك. تمام، بعد 6 شهور لو ما سددتش. طب هو بيديله مهله بقى 6 شهور عشان تخلص المبالغ الاقل من المليون، اللي اكتر من مليون 3 شهور بس. طب ومدة الحبس هتكون 3 شهور وتجدد لمدة او مدد اخرى، بمعنى ولكن اعطى لقاضي التنفيذ سلطة تقديرية يحبس ولا لا. هو السلطة التقديرية ترجع لقاضي التنفيذ. بالظبط، يحبس ولا لا، هيحبس ولا لا، في ضوابط ايه؟ ما مش هو بس على حسب الموضوع نفسه بقى. لا، عشان كده هل حضرتك فعلا جد في انك تسدد الفلوس اللي عليك ولا لا؟ بيحددوا ازاي قاضي التنفيذ؟ بملاءتك الماليه، باجراءات انت خدتها. تمام، بس فالموضوع هو مش يعني أكثر بيفضل محبوس 3 شهور ويجدد. وبعد 3 شهور يبعت له. بالظبط، ولكن فرض على قاضي التنفيذ وهو بيدي له الحبس ال3 شهور ان في خلال 15 يوم يجيبه يستجوبه. يعرف منه خد اجراءات ايه عشان ينفذ الجديد. بالظبط، جدي في التنفيذ ولا لا. بالظبط، ولكن هيبقى عندي ايقاف التعامل على الحسابات قائم زي ما هو، ابقى عندي المنع من السفر زي ما هو، والا يبقى انا بستهون بالحكم التنفيذي. بالظبط، وبسيب حضرتك تسافر. بالظبط، فانا رفعت بس عن حضرتك الايقاف بتاع الخدمات الحكوميه
لان ده فعلا كان بيضر باسرته بيه، كان بيقعد بخمس ست سنين بالظبط. بس ولكن حقيقي. ولكن ست شهور فرصه مش كويس، مش وحشه يعني، مش قليله، معقوله كويس. بس لك ان تتخيل ان في ناس عندها قف خدمات بقى لخمس ست سنين. ما انا عشان كده بقول لحضرتك بس عدى عليه كام؟ ست شهور. الست شهور عدى عليه 10 ست شهور. ما خلاص بقى الجديد على هو لا يملك التنفيذ على فكره. مفيش حد عنده قف خدمات ومعاه فلوس ومش عايز يسدد. اكيد بالظبط، لان قف الخدمات ده حاجه صعبه جدا. بما تشهده المملكه العربيه السعوديه من تطور وجذب الاستثمارات واليه فيها خطوات لتحريك السوق. بس كان يجب عدم التجاوز في قف الخدمات، ولكن اعتقد ان مش هيستفاد منها المصري. مصر بدل قف الخدمات اصبح هو معرض في حال عدم التنفيذ للحبس الجوازي او الوجوبي على حسب السلطه التقديريه للقاضي. بالظبط كده. بس وهيكون مدده 3 شهور في 3 شهور في 3 شهور، وبعد 3 شهور الاولى هيتم استجوابه بس عشان يعرف هينفذ ولا مش هينفذ، عنده القدره ولا غير قادر. بس وده كله ملوش علاقه بالاعصار. المملكه العربيه السعوديه فيها قانون الاعصار، لو حضرتك لا تملكي وما عندكيش اي حاجه تسدد الدين وبعد فتره معينه بتقدري ترفعي تاخدي صك الاعصار. صك الاعصار في الحاله دي خلاص انا غير قادر. بيعملوا معاهم ايه بقى؟ ولا حاجه، خلاص خد صك الاعصار فمش هيقدر يسدد، وزي اللي اشهر افلاسه وزي الشركه اللي هنا بتشهر افلاسها. بس مطلوب منها ايه؟ مش مطلوب منها حاجه خلاص. صح؟ صاحب الشركه ده بيتم سجنه ولا خلاص؟ انا بشهر افلاسه وخلاص، عليه فلوس بقى هيتسجن بيها. صح؟ تسجن بيها. بس وهناك برضه نفس الموضوع، بعمل اعصار بس الاعصار بيطول، مش بعد يوم ولا اتنين ولا تلاته. ده انا هقضي مده مش اقل من 3 سنوات وهثبت فيها ان انا ما عنديش حاجه هنا املكها ولا عندي حاجه هناك املكها كاجنبي، وبناء عليه انا معسر فخلاص هترحل والدوله تتولى الامر في حال نزول عفو من عدم. ولكن طبعا القرار بتاع المنع من السفر ده صادر في 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 النظام نفسه، فعشان يتعدل مش هيتعدل غير بامر ملكي، لان النظام صادر بامر ملكي ولا يملك وزير العدل تعديله، لان سلطه اقل من الامر الملكي الصادر بالنظام. ولكن التعديل شمل فقط اللائحه التنفيذيه في اجراءات التنفيذ. في حاجه كنت اتكلمت مع حضرتك فيها قبل الحلقه بخصوص تنفيذ الانابه القضائيه بالنسبه سواء في مصر او في السعوديه. طيب احنا هنرجع للنبأ القضائي لان انا عايز لان انا عايز هنتكلم الاول في الموضوع. احنا كنا بصراحه كنا يعني زعناه وقلنا ان ده اول مره يحصل، وهو عرض الكفن من خلال اليوتيوب موضوع هنا. بس في حد اتبنى وعمل مبادره بالعفو. تمام. وبصراحه انا وجدت نفسي مهاجم ان انا بطلب بالعفو، وجدت نفسي ان انا برفض تطبيق الشرع. ما هو نفس الشرع اللي قال القصاص، هو نفس الشرع اللي قال العفو. عفى الله عنه. يعني احنا مش بنخالف ولا حاجه، بالعكس. مش كده؟ لا طبعا، ده احنا بنحاول ان احنا نقارب نفس النظر، وفي الاخر يعني ما حدش فينا يملك يضغط على حد عشان يتنازل. صح؟ العفو مش امر، ولكن ومن عفى عفى الله عنه. وحدود الله سبحانه وتعالى اكبر بكتير من ان حد فينا يتكلم. وبعدين فيه دي الشريعه والقانون بتطبقها المملكه العربيه السعوديه، وهم يعني المحكمه نفسها قالت اذا طيب. اذا الشخص دوت عفى خلاص بيخرج، اذا الشخص عفى عنه مش يعني اذا القانون والشرع. احنا بنتكلم بقى في الشرع. فحضرتك مش بتجيب حاجه من بره لما بتقول انا يعني انا مع العفو، انت مش بتجيب حاجه من بره. هو الشرع تحدث فقط عن طبعا احنا معانا صوره تقريبا بتتذاع لاول مره، ابو جاكيت ابيض ده القتيل. تمام. والطفل الصغير ده هو اللي ينتظر تنفيذ حكم الاعدام، ينتظر بلوغه السن اللي فيه يتنازل او يتمسك. مفيش حد بايده حاجه، احنا بنخاطب. صح؟ ولما بنخاطب ما بنتعرضش خالص للشرع، مش هناخد الايه في 4 كلمات ونوقف، لا لازم نكمل بقيه الايه. انا شخصيا بقول إيه؟ الموضوع ده يرجع لوالدته، يعني ما احنا ملناش فيه خالص. لكن هل حرام ان احنا نتكلم؟ لا طبعا مش حرام، من عفى الله عنه. واحنا النهارده وصلنا لمرحله ان اي حاجه بتحصل مش عليها حد بقت حرام. والله
يعني ممكن اقول لحضرتك المج ده حرام واتحمل ان انا اقول لك المج حرام. لا اله الا الله. بس فمش مش هنيجي على النص نقول لا تقربوا الصلاه ونقف، لا. لا وانتم سكارى. وانتم سكارى. مش كده؟ صح. بس منتظرين مداخله من حد تطوع بمبادره جديده مع عدد من اهل البلد اللي منها اهل القتيل وبتسعى في العفو. اهل البلد اللي منها اهل القتيل بالظبط والقاتل هم الاثنين ولاد خاله بس قريه واحده ف هننتظره. وعندي مفاجاه بصراحه، عندي حصري الطلب اللي قدمه هاني الذي ينتظر حكم الاعدام او القصاص في المملكه العربيه السعوديه، والذي يطلب فيه بلسان الميت تنفيذ الحكم بجمهورية مصر العربية، كطلب أخير لي. والسعودية ردت؟ ده الطلب تقدم وننتظر الرد. ننتظر الرد. ولكن بصراحة أنا أخشى أن أقرأ، أن لو قريت الـ الـ الخطاب صعب. عارفة لما تسمعي صوت حد ميت، أنت بتسمعي صوت حد ميت. لا لا. تسمعي صوت حد مات في 13 سنة أكتر من مرة أكيد. اسمع حد زي ما الشرع، على فكرة الشرع قال ان الاهل القتيل التشفي، والله قال كده، ما قالش كده يعني، هو ده شرع ربنا. شرع ربنا بيحقق الرضا العام والخاص. لما اتقال القص اتقال القص عشان ما نروحش نرتكب الجريمة، صح؟ والعفو كان عند ربنا سبحانه وتعالى جزاؤه منه هو، ما كانش جزاؤه من حد تاني. فسئلنا عدة أسئلة بصراحة. دي صورة هاني، دي صورة هاني بلبس الأعدام. عندما تحدث هاني في الخطاب المقدم للجهات بالمملكة العربية السعودية تحدث بصيغة الميت كآخر طلب، وطلب فيه التنفيذ بجمهورية مصر العربية. ممكن نعرض معاك صورة من مش هقدر أعرضه بصراحة. مش هقدر أعرضه، لأن لو بصينا على الكلام او سمعنا الكلام اللي بيتقال، انا اول مره اخاطب حد ميت بجد. معانا الدكتوره هاله، اهلا وسهلا دكتوره، ودايما بتتبنى الدكتوره اميره، اسف الدكتوره اميره، ازي حضرتك؟ ودايما كده يعني زي ما بنسمع عنك يعني ايه دكتوره الانسانيه. الله يكرمك يا رب، ده من ذوقكم، منورين الشاشه. ربنا يبارك لك يا رب العالمين. ربنا يبارك لك يا رب العالمين. ميرسي. تسلم يا دكتور. الله يبارك لك يا رب. الله يحفظكم جميعا. دايما سباقه ودايما مع الـ 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 يعني المهمات والحالات الانسانيه دايما تخترقي اجسادنا بالفاظك. عايزين نشرح انت تبنيت الحاله دي. اتفضلي يا فندم. هاني انا قريت طبعا موضوعه من فتره، بتابع اللي بيتنشر عنه وعلى اليوتيوب، فحسيت بمدى الورطه اللي هو فيها او الاذى اللي هو مش عارف يطلع منها. بالظبط. لا الخاله خالته مش قادره انها تعفو عنه. بالظبط. ورافضه انها تاخد ديه، وهو قدم لها كفنه عن طريق اليوتيوب، وقضى 12 سنه في السجن. اكيد كل يوم في السجن كان بيموت فيها. يعني ال 12 سنه دول ما عدوش عليه بالهين. هقول كلمه الام لخاله هاني لو هي بتسمعني، او حتى لو مش بتسمعني، انت ام وانا عارفه ان انت ام وانا ام زيك، ولو ده حصل في ابني انا مش هسامح، وهبقى عايزاه يموت قدامي. لكن لما يبقى ابن اختي انا هراجع نفسي مليون مره، لان ابني هيموت قدامي تاني واختي هتموت قدامي 100 مره، وهتنقطع صله الرحم بيننا والاسر هتتبهدل. الى جانب ان هو قدم لك كفنه، وانا عارفه ان في الصعيد اللي يقدم كفنه معناها ان هو بيموت نفسه بالحياه، مات منتهى الشده ان هو يشيل كفنه ويقول انا كفني اهو، كانه اتمحى من على الارض، مات فعلا. مستعد يقدم لك كفنه تاني، ومستعد يبوس رجلك، واحنا بنترجاكي كمغتربين بنترجاكي تسامحيه علشان صله الرحم، وعشان ابنك هيموت قدامك تاني. هو مات مره من 12 سنه في مشاجره، كان ممكن هاني هو اللي يكون ميت، وكان ممكن اختك نبقى احنا اللي بنترجاها دلوقتي. سامحي واعفي واصلحي وحافظي على صله الرحم الموجوده، لان يا ريته غريب لو غرب
ما كانش فيه مشكلة. المشكلة الأكبر إن إحنا أهل، إن إحنا إخوات. ابن أختي هو ابني، وابني هو ابن أختي، وأختي أختي، ده رحمي. فالاعتبارات إنسانية كتير جدا. هو أخطأ واعترف إنه أخطأ وبيترجى عفوك، وكلنا ممكن مغتربين بنترجى عفوك، ومستعدين لك نقدم لك إحنا كفن باسم مغترب الجالية. في ناس كتير تعترض معايا وتقول لي ده حكم ربنا ومن قتل يقتل. أقول آه، بس من عفى وأصلح. احنا مش بس بنقول انا كمان عايزه اقول يا علشان دكتوره، بني ادم ينقذ من حبس الاعدام او من القصف وحضرتك صح طبعا يا دكتوره، انا عايزه اقول لك كمان بالمناسبه ان حضرتك بتقولي ان هي كانت مشاجره، يعني مش كان مترصد وكان متعمد وكان بيخطط ان هو يعمل الحاجه دي، يعني كانت مشاجره، يعني كان وارد فعلا زي ما حضرتك قلت ان هو اللي يكون ميت وكان ابن خالته هو اللي بيتحاكم دلوقتي. بالظبط، كان جهاني هو اللي ممكن يتقتل، وابن والاخ المتوفي هو اللي كان دلوقتي. احنا برضو كنا هنعمل نفس الموقف بالظبط، لان عائلات واسر ورحم. افتكري ان اختك دي ماتت طول ال 12 سنه مع ابنها. انت ابنك مات مره لكن هي بتموت كل يوم. ده حقيقي. الله يصبر قلبك، الله يصبر قلبك ويقويكي، وبنترجاكي تعفو عنه. هو قدم كفنه وهيقدمه تاني، واحنا ممكن نجيب لك كفن احنا ونحط عليه اسم مغترب الجاليه المصريه. ربنا يبارك. وانا بناشد كل القساوسه والبطارقه والبابا واعضاء مجلس الشعب والناس اللي ليهم كلمه، نروح لخاله هاني ونترجاها انها تعفو وتصلح، وهيكون ان شاء الله اجرنا كبير واجرها كبير باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. هاني اعترف بخطأه بدل المره مليون. هاني مات اصلا، يعني طبيعي هو عايش ميت منتظر القص بالسيف باللحظه والثانيه. ما ترضيش ان اختك تموت هي كمان. هتبقي فقدتي ابنك وابن اختك واختك ووالدتك وكل العائلات كلها، هتقع في بعض. رجاء رجاء تراجعي حضرتك نفسك وتقبلي مننا الرجاء بتاعنا وتعفي وتصلحي، وان شاء الله في ميزان حسناتك وقدم لك والديه اللي انت عايزاها هتندفع لك ان شاء الله. هندفعها، مش هيقول لك لا هاني، قد ما يقدر حياة اللي انت عايزاه كله. لكن موضوع القطع بالسيف او انك تقتلي ابنك تاني، مش هيرجع لك ابنك اللي راح الاولاني. مش هتستفيدي حاجه، غير ان مش بس قلبك مش هيبرد على فكره، هتفضلي طول عمرك تعبانه. وانا بتكلم من منطلق ام، لو انا مكانك وابن اختي اللي قتل ابني، لا انا هتردد كتير لان هموت كتير قوي. لكن لو حد غريب احنا هنقتله معاكي، مش هنقول لك لا. ونتمنى المبادره الناس تستمع ليها، ويكون في مبادره من مصر اكتر، لان احنا هنا متكتفين الى حد ما. الناس في مصر هم بدعوهم ان هم يتفضلوا ويروحوا لخالد هاني. وفي كابتن راشد معانا هنا، هو من الصعيد وسمع بالمبادرة ومستعد ان هو فعلا قال لي اتواصل وهجيب ناس كبيرة وهيروحوا لها، محتاجين بس بيانات خالد هاني في مصر. وان شاء الله بيكون خير ان شاء الله في ميزان حسناتكم. وعايزين نطمن على ابو اسلام يا دكتور. ابو اسلام القنصل او القنصلية في جدة ما لسه قالت، او كان اخر حاجة قالوا عنها، ان في بعض اوراق بتتلف على الهيئات الحكومية. تمام، زي كده اوراق بتخلص ان ملوش حاجه، عن زي اخلاء الطرف بالظبط في المرور وفي الجنايات وفي المباحث وفي كل الاماكن دي، وفي الاخر بتصب عند هو حاليا في الشميسي في قسم الترحيلي في السجن العام. هو الوقت بقى الورق بيلف يا دكتور، ما بقاش سيستم. ايوه لا لا هم لازم يخطبوا الضرايب ويخطبوا كل الجهات عشان يشوف لو عليه اي يعني اي مديونيه او اي احكام تانية. ان شاء الله يعني نثق في انه ملوش حاجه ان شاء الله ما لهوش حاجه. تمام، وانا يوم الاحد ان شاء الله بتواصل مع قنصليتنا هنا في الرياض، هم هيتواصلوا في جده ويشوفوا ايه الموضوع وصل لغايه فين. التيكت السجن اللي بيقطعها له، احنا كنا هنقطع له التيكت بالظبط، عرفت ان السجن هو اللي بيقطعها له على الخطوط السعوديه ان شاء الله. ان شاء الله يعني ايام قليله باذن الله، ويكون موجود باذن الله في مصر ان شاء الله. في ميزان حسناتك، واحنا معاكي ووراكي، وانت دايما سباقه بالخير، ويا رب باذن الله. ربنا ان شاء الله. يحفظكم، والبرنامج بتاع حضرتك ما شاء الله عليه صوت للمغترب، ان كنت حضرتك ولا الاستاذ اسماء. ده شرف بصراحه، مش بتخلف جهدكم بيكوا قبلينا عشان بس حضرتكم بتشرفونا بان انتوا بتشاهدوا البرنامج، مش اكتر من كده. واحنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك يا دكتوره، والمبادره دي يعني احنا معاكي قلبا وقالبا، ومع الاستاذ هاني ان شاء الله باذن الله نطمن عليه كده عن قريب لما خالته ان شاء الله يعني تعفو عنه ان شاء الله. واحنا معايا، مش انا ممكن انا والمستشار احمد نروح بالتلفزيون كله، نروح لخالته ان شاء الله. ان شاء الله
شكرا دكتورة أميرة. طبعا بس يعني كلام حضرتك هيجبرني ان انا اقرا الجزء الاخير بس من طلب هام الوصية، الطلب بتاع المحكمة، الطلب اللي قدمه للتنفيذ بجمهورية مصر العربية. الجزء الاخير بيقول: التمس من عدالتكم الموافقة على طلبي بعين الرحمة، لا بالنصوص ولا بالأنظمة ولا بالقوانين ولا بضوابطها ولا ألفاظها، وإنما استجابة لطلب من هو في حكم الميت. لا يضر بطلبه أي شخص أو أي دولة، وإنما يرضي به أن يرى أمه بعد أن فات على رحيله 13 سنة مع اختلاف الأهداف، حيث أن كان هدفي اللجوء للمملكة العربية السعودية للعيش بها، والآن أختار العودة لمصر لأموت فيها. فاصل ونرجع. كلام صعب قوي. في الغربة هناك، واطمن احنا هنا كلنا معاك، معاك في الغربة وشايفينك، معاك في الغربة وشايفينك، معاك في الغربة الله يعينك. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. استاذه اسماء، موضوع علب القاسم، موضوع علب القاسم زي الصياد اللي رمى شبك 5 6 سنين وبيلم، صح؟ بالظبط. مسمين فبراير فبراير الحصاد لاسره علب القاسم ان شاء الله. بس ايه اللي منتظرينه في هذا الفبراير لعلب القاسم؟ ان شاء الله طبعا جلسه المحاكمه بتاعه المتهمين اللي في مصر ان شاء الله يوم 1 فبراير. تمام. فاحنا منتظرين بقى نشوف قرار بتاع المحكمه، عشان ده بناء عليه بيتم اجراءات في السعوديه في القضيه هناك في السعوديه. طبعا فبراير تاني منتظرين جلسه المحاكمه بتاعه المهندس علي ابو القاسم في السعوديه، والمتهمين او المتهم اللي دخل في السعوديه والمتهمين اللي هنا. شهر فبراير ان شاء الله. طبعا دي الجلسه الاولى، الجلسه الاولى سواء هنا او هناك، والجلسه اللي هناك خاصه باعاده المحاكمه بالظبط، صح؟ اول جلسه في اعاده المحاكمه، يعني الجوله الثانيه والكبرى، صح؟ ربنا يستر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يكون شهر سعيد على كل اللي جاهد في موضوع علب القاسم وكل اسرته وكل اللي دعمه، وان شاء الله هنتابع حلقه بحلقه باذن الله لحد ما نوصل ان احنا نفرح بعلب القاسم راجع مصر ان شاء الله باذن الله. يسمع منك ان شاء الله. طيب الانابه القضائيه حضرتك كنت طلبت ان يتم الحديث عنها وقلت لك هنأجل، صح؟ انا بس بتكلم عن في بعض يعني الاجراءات السعوديه بتبعت تطلب مننا عمل تحقيق مع حد متهم مثلا في قضيه في السعوديه، والحد ده في مصر سواء كان مصري مثلا، مصر على طول بتتجاوب وبتعمل التحقيقات اللي السعوديه بتطلب منها. وعلى سبيل المثال انا حد كان كلمني واحده ست مصريه وكانت متهمه في قضيه في السعوديه، قضيه سرقه، فالسعوديه بعتت هنا لمصر للنيابه العامه، والنيابه العامه بعتت الست ديت المتهمه هنا المصريه اللي جت مصر، وحققوا معاها في القضيه بتاعتها وعملوا الاجراءات المطلوبه من قبل السلطات السعوديه. كويس. ووصلت لغايه ما اتخذ فيها حكم قضائي، والحمد لله كان حكم براءه، بس كان يعني احنا عملنا الاجراءات المطلوبه مننا على اكمل وجه وبسرعه كمان. احنا هنا لما بيكون عندنا حاله زي كده. طيب هاخد استاذ هشام الامارات، معلش عشان تاني مره. اتفضل استاذ هشام. اهلا وسهلا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك عامل ايه؟ سياده المستشار ازي حضرتك؟ والله في نعمه الحمد لله رب العالمين. يا رب تكون بخير يا فندم. في نعمه الحمد لله رب العالمين. استاذ اسماء ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا استاذ هشام، ازيك؟ اهلا بيك. الله يخليك، ان شاء الله تكوني بخير يا رب. ربنا يحفظك يا رب. الحمد لله. انا حضرتك اخو جمال محمد احمد البدري من ضمن 9 شباب الموجودين في سوريا. طبعا عارف يا استاذ هشام. ازي صحتك عامل ايه؟ الحاجه عامله ايه؟ الله يخليك يا فندم، الحمد لله والله العظيم الحمد لله. سلامنا ليها وطمنها. كلكم والله. ربنا يبارك لك يا رب العالمين. احنا بنبتدي من اول اسبوع في اجراء كده بصراحه بدعم مؤسسه الدوله قالوا لنا عليه، وهنبتدي عليه من اول اسبوع على طول من يوم الاحد ان شاء الله. هيتم تقديم خطاب رسمي للقائم باعمال للسفاره، يعني القنصل العام او السفير المصري في سوريا، وان شاء الله باذن الله بنراجعكم وبنبشركم، ويا رب باذن الله يعجل برجوعهم على خير باذن الله بدعم مؤسسه الدوله اللي شايفينه، وخاصه وزاره الهجره ووزاره الخارجيه.
يا رب يا فندم يا رب. احنا بنشكركم يا فندم والله، بس الامور كلها بس عشان خاطر والدته على اعصابها واخواته، يعني عاوزين بس والله يطمنوا بس عليهم مش ان شاء الله باذن الله يرجعوا ويبقوا في حضنكم وما يبعدوش عنكم تاني، وهي غلطه وراحت لحالها. ان شاء الله يا فندم باذن الله ان شاء الله. طمن يا استاذ هشام، احنا الاسبوع اللي فات كنا في وزاره الهجره، وتاني يوم رحنا وزاره الخارجيه، وكان معانا عدد من متابعين حضرتك والله يا فندم، متابعين حضرتك وخطوات حضرتك، وربنا يبارك لك يا رب في عملك المخلص والعمل اللي بتعمليه باخلاص والله. احنا تحت امرك يا استاذ هشام، احنا متابعين والله، تحت امركم كلكم باذن الله، وان شاء الله نطمنكم قريب باذن الله ان شاء الله. ربنا يخليكم يا فندم يا رب، ربنا يخليكم يا فندم يا رب. ان شاء الله الاسبوع اللي هيجي باذنك يا رب، الاسبوع الجديد ان شاء الله في اخبار حلوه عنه باذن الله يا رب. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. ربنا يخليكم يا فندم. شكرا استاذ هشام، شكرا 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 شكرا، اتفضل. شكرا. الانابه القضائيه بصي، تعال لما نقارن في القانون بالذات بين اي دوله، مع احترامي كل الدول على راس من فوق، بس نقارن في القانون، مصر ام القوانين. المصريين اللي وضعوا دساتير كل الدول اللي حضرتك شايفاها، المصريين اللي علموا الناس زي ما علموهم كده تلاوه القران، علموا من القانون. فما تقارنيش اجراءات بتحصل في مصر، لان مصر بتلتزم بالقانون فعلا. لكن اي دوله تاني ممكن موظف ما يكونش على درايه كامله بالقانون، بس ده ما بيحصلش هنا بالظبط. بس معايا استاذ ابراهيم دسوق من السعوديه عشان طولنا عليه. اهلا وسهلا استاذ ابراهيم. مساء الخير يا فندم. مساء النور. كل عام وحضرتك بخير. وانت بخير يا رب العالمين. مساء الخير يا استاذ اسماء. اهلا وسهلا استاذ ابراهيم، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. مساء النور يا فندم. الله يسلمك يا رب. كل عام وحضرتكم بخير. اهلا وسهلا. وحضرتك طيب يا رب العالمين. اتفضل. الله يسلمك. دلوقتي وصلنا في عندنا قضيه، يعني يا ريت حضرتك تشارك معانا والبرنامج يشارك معانا وجميع الاعلاميين يشاركوا معانا. انا تحت امرك. الله يبارك في حضرتك يا رب. دلوقتي احنا عندنا حاله مع اثنين مصريين. تمام. فيعني عماله. المهم كانوا رايحين العمل بتاعهم، راجعين من العمل بتاعهم قصدي. تمام؟ تمام. فحصل حادثه بسيطه في السياره. اضطر الكفرات بتاعت السياره الاماميه اللي على اليمين. أيوة. انفجرت بهم. أيوة. فطبعا السياره ادت الى الانقلاب. كويس. ففي نفس الوقت اتوفى واحد منهم. تمام. بقاء قدام الله. قتل خطا يعني. قتل خطا. بالظبط. يعني عادي. هم العربيه اتقلبت بيهم هم الاثنين. هو في المملكه العربيه السعوديه بتسجل قتل خطا. تمام. بس. في المملكه العربيه السعوديه في محافظه الدوادمية. تمام. تمام. فدلوقتي يا فندم حضرتك، دلوقتي الراجل ده في واحد من بني سويس اتوفى، وطبعا السائق من اسكندريه. كويس. تمام. تمام. طبعا اللي اتوفى دوت المحكمه حكمت له ب 300,000 ريال سعودي ديه. الديه. الديه 300,000 ريال سعودي. ايوه. تمام يا فندم. وحضرتك اللي هو محمد صابر عبد الرحيم اللي هو السواق. ايوه. دلوقتي حاليا في السجن. مسجون. وطبعا طبعا اهل مصر هناك راحوا عشان يتفاوضوا مع اهل المقتول اللي في بني سويف، اهل المتوفي اللي في بني سويف. كويس. طبعا ما حصلش يعني تراضي ولا اي حاجه، حصلت مفاوضات كثيره بينهم وبين بعض، وطبعا طلبوا هناك في مصر الديه بتاعتهم كامله شرعا، عاوزين الديه بتاعتهم زي ما الشرع بيقول. فطبعا الديه هنا حكمت ب 300,000 ريال سعودي. فطبعا الراجل ده ما معهوش 300,000 والوقت ده هو في السجن. مسجون. فانا بناشد حضرتك وبناشد جميع المصريين اللي بالمملكه العربيه السعوديه يساهموا معانا ويساعدوا معانا. تمام؟ ان احنا نساعد الديه دي، والحمد لله اهل الخير كتير وموجودين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب هو خطأ. انا اللي عرفته الوقت من الكنترول الحاله دي مع الدكتوره اميره مع فريق مهام، صح؟ لا، يمكن حاله تانية. طيب هو الخط فصل، بس يعني في ضوابط معينه في موضوع الديه. ده اللي انا اعرفه، يعني انت عارف انا جديد العهد في المتابعه. بس فاللي اعرفه ان بيحصل تفاوض الاول مع اهل المتوفى. بالظبط. ولازم اهل المتوفى بيتحمل جزء، لان في الاخر الشخص نفسه هيفضل محبوس.
ولو النهارده بنيجي نتكلم كل الناس اللي هتتبرع لما تتبرع ب 200 احسن ما تتبرع ب 300 بالظبط. بس انا في الاخر باخد مبالغ يعني بسألها بان ناس بتتبرع صح؟ ايوه. فلازم اهل المتوفى معلش يعني نعلم تماما ان ده حقهم وده الشرع عشان ما حدش برضه يطلع يقول احمد بدوي بيخالف الشرع. بس احنا بنناشد ان يعني لا في حاجه بس عايزه اقولها لحضرتك. هو ال 300 الف دي انا مع انا ما بعترضش طيب على الشرع وعلى حكم محمود منصور عشان دخل مرتين والخط قطع معلش. استاذ محمود منصور معانا؟ استاذ محمود منصور ازيك يا ريس؟ الحمد لله على السلامه. الحمد لله كل عام وحضرتك. ايه يا باشا قلقتنا عليك. الله يخليك الحمد لله. لا لا اسك كاميرون يا ريس. ازيك يا استاذ محمود؟ الف سلامه يا استاذ. الف سلامه عليك. الحمد لله على سلامه. من المداخله صعبة جدا يعني. الف سلامه عليك وربنا يطمن عليك يا رب دايما كده في ميزان حسناتك واجر وعافيه ومعلش بقى انت عارف. الله يبارك فيك حبيبي يا استاذ محمود. ما تزعلش قوي تاني بقى يا استاذ محمود. اتفضلي. بقول لك ما تزعلش تاني ما تزعلش. لا 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 يعني انت بس معلش الحمد لله ضغطت على نفسك شويه وزعلت شويه الحمد لله. هي كانت فتره صعبه ويا رب يديك الصحه وان شاء الله نقابلك هنا قريب باذن الله. احنا عارفين ان مواضيعك كلها ساخنه. الناس يعني في بعض الناس فسرت غلط يعني وقالوا يعني ايه موضوع القذاف يعني كل ده عشان مثلا هو انت تعرفه قبل كده؟ لا لا كنت عايز اوضح بس ان الموضوع بالنسبه لي مش موضوع. طب هو انت يعني كنت تعرف حد من الناس اللي انت بتتكلم عليهم استاذ محمود؟ ده انا بسالك تعرف مين؟ ما تعرفش حد خالص. ما انت بتهتم بالموضوع والله جزاك خير يعني. هي الحكايه ان موضوع القذافي كان بالنسبه لي صدمته ان كان عندي امل في العدل تحقيق العدل في الارض. صح. خدت الصدمه ان غياب العدل اداني صدمه جامده قوي ايا كانت الاسباب الله اعلم بها مش هنتهم حد معين طبعا ولكن هي الصدمه كانت صدمه غياب العدل وتحقيق العدل او سماع لمظلوم ان احنا نثبت يا مظلوم يا جاني واتحكم عليه واحنا راضيين. طيب استاذ محمود فيما بعد ان يتكرر لنا تاني قذافي واثنين وثلاثه ان شاء الله مش هتكرر طول ما الشرفاء اللي زيك وزي المجاميع كلها اللي احنا بنتعامل معاها مش هتكرر والعدل على الارض نسبي لان احنا مش في الجنه ده احنا على الارض بناكل بعض ده النهارده بنشتم في بعض وبنسب ببعض وبنعمل كل حاجه وحشه ببعض وفي الاخر بنكفر بعض. هنتظرك في الحلقه الجايه اطمن عليك انا يعني بصوره شخصيه لان انت وحشني وعايز اطمن عليك واسف ان انا ما جيتلكش وان شاء الله نتقابل في الحلقه الجايه وتكون معانا بمواضيعك الساخنه دايما مع الدكتوره اميره. هتخش معانا على الهواء عشان ليها تعليق. دكتوره اميره. اي سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للاخ اللي اتكلم دلوقتي عن حاله الديه بالظبط اتكلم عنها الحاله دي معانا احنا بندرسها من بعد حاله ابو اسلام على طول كويس وصلنا شفهيا النهارده ان احنا نزلنا مبلغ كويس جدا من الديه لان شاء الله احنا حطينا رولز كده معينه ان شاء الله قبل ما ننزل حاله بنحاول نتفاوض نقلل المبلغ قد ما نقدر عشان تخفيفا على المتبرع بالظبط. النهارده لسه النهارده المغرب جاني خبر ان في مبلغ كويس اتخفض من اخو المتوفي خالد اللي موجود في محافظه الدوادمي في ميزان حسناته ان شاء الله باذن الله وفي ميزان حسناته بني سويف ولا الدوادمي لا بني سويف صح الدوادمي الرياض هو اخو المتوفي اللي هو من بني سويف حاليا دلوقتي في الرياض هو اخوه اتوفى قدامه في الحادث هو شايله بنفسه من السياره في الحادث وهو نفسه اتعور وكده بس بنحاول نتفاوض فتفاوضنا وصلنا معاه المبلغ شفوي ربنا يبارك لك يا رب المحكمه طبعا يتنازل عنه رسمي ان شاء الله باذن الله الى جانب الاهل في مصر ليهم مستشار كبير اسمه مستشار جمال بنحاول برضه نتفاوض معاه تخفيفا على اهل الناس اللي هتتبرع طبعا ما يكونش المبلغ تقيل عليهم بالظبط وفي نفس الوقت يعني حالات الديه اللي معانا كتيره فده بيبقى رول احنا حاطينه لازم اهل المتوفي بالذات ان ده مصري وده مصري بالظبط يتفاوضوا شويه ربنا يبارك لك فده بس انا بطمن الاخ اللي اتصل بحضرتك ان الموضوع استاذ ابراهيم بقى لنا 10 ايام مش ساكتين لان احنا لازم ندرسه وبنعرض الاوراق وبنتفاوض وفي الاخر بننزلها على الناس ان شاء الله باذن الله ويقفوا معايا في ميزان حسناتكم ومنتظرين البدايه والانطلاق وفريق مهام دايما بيدينا الامل ومنتظرين نحتفل بقى بس باذن الله ان شاء الله بص انا بنط كل المراحل اهو لان انا اثق في ان حضراتكم الحمد لله رب العالمين بتعملوا ده لوجه الله تعالى ما في تفاني الحمد لله
الحمد لله ربنا يقدرنا في انكوارزات يا رب كتر امسانكم. انا فرحان جدا وسعيد ان انا سمعت صوت معاليك مرتين يا دكتوره، ويا رب باذن الله في ميزان حسناتك، والف شكر لحضرتك. العفو، مع السلامه. والله جزاها الله خير وربنا يبارك لهم، ويا رب ان شاء الله كده يعني نبدا في الحلقه الحمد لله رب ان شاء الله باذن الله عن قريب. طيب. ان شاء الله. مين هو؟ نفس الموضوع، الإنابة القضائية. الإنابة القضائية. فزي ما الأستاذ محمود منصور تفضل وتكلم عن قضية معمر القذافي، احنا عندنا قضايا كتير جدا وبنطلب فيها إنابة قضائية، سواء قضايا لسه مفتوحة وقضايا تم الحكم فيها نهائيا. انا بكلم حضرتك في الاتجاهين بالزبط. احنا لما بنبعت بنطلب، احنا مش بنطلب انه احنا بنطلب من السلطات السعودية انها تطلب مننا إنابة قضائية، وبنقول لها ان في هنا متهمين فلان وفلان محتاجين طيب منكم تحليل معمل كيميائي عشان نوجه لهم الاتهام. سين متهم في المملكة العربية السعودية وبيتم محاكمته، لماذا لم يتمسك بطلب الإنابة القضائية على الأقل بتبطل السق الصادر ضده؟ ما احنا بنتكلم في كده، ما هو في ناس كتير عملت طلب إنابة قضائية أثناء التحقيقات، قالوا أثناء بعد الحكم ما تم الحكم وبعد بيقولوا احنا يعني معمر القذافي اثناء التحقيق قال الله يرحمه، بس معلش يعني هو قال في التحقيقات ان في ناس متهمين في مصر اللي هم اصحاب الشحنه دي، انا بتهمهم هم اللي حاطين الحاجه دي. المفروض كان المحكمه معلش هي التفتوا عن الموضوع دوت، ليه ما تمش عمل انابه قضائيه؟ المفروض رئيس المحكمه كان طلب من السلطات المصريه او طلب من النيابه العامه في السعوديه تطلب من السلطات المصريه التحقيق مع المتهمين اللي اشار اليهم المتهم هناك في السعوديه. عندنا كانت هتفرق كتير لان ده سواق يعني تحت معمر الله يرحمه، احنا عندنا 59 معمر كتير ما نعرفش اساميهم. ده تقصوا 2019 وكلهم يا فندم ما فيش حد لما بتقبض عليه بيقول انا اللي بعتني فلان صاحب الشحنه. احنا انا سواق تقريبا محكوم عليه هنتكلم فيه الحلقه الجايه، بس اعتقد عشان عرف المفتاح اللي يفتح الصاموله دي كام صح؟ لا مش هنتكلم في الحلقه الجايه، هنخش الموضوع اللي بعده هنتكلم في الحلقه دي بس يكون في وقت ان شاء الله. الاجراءات الخاصه بطلب الانابه القضائيه للجهتين للدولتين المتعاقدين ام لدولة واحدة؟ هو المفروض لما بيكون المتهم في السعودية المفروض اثناء التحقيقات لما يعني النيابة العامة السعودية بتعرف من المتهم ان فلان دوت هو اللي بقى يعني صاحب الشحنة دي، المفروض هو المتهم الرئيسي مش السواق. يعني حضرتك عارف الكلام ده سواق، فالمفروض النيابه العامه السعوديه طبقا للاتفاقيه المبرمه ما بين الرياض وبين عده دول مش مصر بس طبعًا. بتبعت لمصر تقول لها انا معلش انابه قضائيه. هاخدك لنقطه المفروض تانية. السعوديه يعني اللي تبعت حضرتك يعني المفروض السعوديه هي اللي تبعت طلب انابه قضائيه من مصر ينوبي عني في التحقيق مع المتهمين اللي هنا. استاذ عبد القادر من الاردن هناخده وبعد كده نكمل. استاذ عبد القادر اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك. انا عبد الجابر اللي كلمت حضرتك الاسبوع اللي فات استاذ احمد. استاذ عبد الجابر اهلا وسهلا. اهلا فيك يا فندم. انا اخو حاتم يا استاذ احمد لو متذكرني. نعم انا اخو حاتم الشاب اللي قلت لك اخو حاتم. اخو حاتم عبد الجابر. ده اللي جال له بيانات وراح في الكشف الاخير اللي هو اللي في 15 اسم. تمام ايوه صح كده. في نقطه بس كنت حابه اوضحها لحضرتك. اتفضل اتفضل. الثمان اسماء اللي موجودين في الكشف الاخير اللي حضرتك عرضته في الحلقه اللي قبل اللي فاتت. ايوه. الشاب الثامن اللي هو جمال محمد احمد البدري. بالظبط. جمال دون كان موجود مع حاتم. ده حقيقي. كان موجود مع حاتم وكانوا موجودين مع بعض في تركيا في اخر مره احنا كلمناهم فيها اللي هي في 2007، فدي النقطه كنت حابه اوضحها لحضرتك. احنا جالنا مع حاتم اخو جالنا عبد الجابر سبعه موجودين مع نفس المجموعه ودول راحوا في الكشف الاخير حتى في توكيلات وصلت جديدة مباشره. توكيل حاتم وصل لك امبارح يا فندم. وصل امبارح والوالده جابته وربنا ربي يصبرها وان شاء الله يجمعكم على خير. ما تقلقش الورق اتبعت ان شاء الله واملنا كبير في ربنا ثم في عليك ربنا سبحانه وتعالى. احنا كلنا تحت امركم وما تعتبروش هم حاجه الله ان شاء الله رب ربنا يجمعكم على خير ونوصل لهم باذن الله ونبشركم الحلقه الجايه ان شاء الله باخبار كويسه يا رب العالمين بإذن الله. تحت امرك. شكرا استاذ عبد الجابر. اتفضل يا فندم. اتفضل. هو بس بالمناسبه عشان يعني اختصار للموضوع احنا كل التوكيلات نوره من المنصوره. طيب انا بس بسرعه عشان في ناس كتير فعلا بتتصل بيا وتبعت لي رسائل. مرات معمر الله يرحمه صح. تمام استاذه نور اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا مستشار؟ ف...
في نعمه فن الحمد لله رب العالمين. ازيك يا استاذه اسماء؟ اخبار حضرتك ايه؟ ازيك يا مدام نور؟ الباقي في حياتك حبيبتي. بقاء الدام لله، ربنا يصبرك. لا انا مش حضرتك الثانيه، ما فيش بقاء خالص. امال مين؟ نور المنصور. انا اللي كلمت حضرتك الاسبوع اللي فات بخصوص منير ابو صالح الشحات. منير ابو صالح الشحات، معلش هو الاعداد اللي لخبطني والله، مفيش بقاء. لا في بقاء ان شاء الله. بس انا اسف معلش. لا مفيش حاجه. طيب اتفضلي يا استاذه نور. حضرتك اللي هو في السجن مع الثمانيه اللي ظهروا بس ما ظهرش اسمه، كان على نفس المركب ده، خدنا ورقه صح؟ لا حضرتك قلت لي هتصل بيكي وما اتصلتش بعد الحلقه. لا حضرتك بعتي لي الورق على الماسنجر وبعتي لي الورق على الواتس. صح؟ شفت بقى انا حاضر ازاي؟ ربنا يخليك. اسمه ايه؟ خدناه. اسمه ايه؟ خدناه وبعتناه في الكشف الاخير ال 15. تمام؟ وكان حتى في الصوره وصوره شهاده الميلاد واتبعت البيان، وكنا قلنا مش هنحتاج توكيل دلوقتي لو بالنسبه لكم الامور صعبه، لحد ما يترد علينا بس الرد الاولاني اللي هو بتاع الهلال الاحمر ده باذن الله يا رب. ان شاء الله بشاركم بالاسبوع الجاي باذن الله. يا رب ان شاء الله. احنا عندنا امل في حضرتك كبير. ربنا سبحانه وتعالى، انا خدامكم، انا تحت امرك، وان شاء الله باذن الله يا رب نطمنكم ونبشركم بيهم باذن الله. شكرا، وانا اسف على اللخبطه، بس يا استاذ اسماء لخبطت بقى معلش. انا اول ما قالوا نوره المنصوره يعني لا هو خد الاسم عشان ماشي مع بعض وفدهولي على طول. بس طيب احنا كنا بنتكلم على الاول بس بالنسبه لموضوع سوريا، كل اللي بعت لي توكيل اسمه اتحط في الطلب الكشف الاخراني ال 15 الكشف بتاع سحبان استاذ سحبان ووزاره الخارجيه ووزاره الهجره. طيب بسرعه لما جينا، عشان انا بس نزلت حاجه كده وهي احدى الفقرات التابعه للماده 4 من اتفاقيه الرياض للتعاون. تمام، وهي الخاصه بان المواطن لاي دوله من الدول المتعاقده يتمتع بحمايه قانونيه، اي يحق لي طلب محامي على نفذ الدوله التي يتم فيها المحاكمه. بالظبط. تمام، في حال ثبوت عدم قدرته الماليه. بالظبط. فلقيت اجتهادات وكاني مثلا اتكلمت في المحكمه الدستوريه العليا عن الموضوع، وناس بتقول اصل الحد الادنى والحد الاقصى والاتعاب و و و و. لا بالعكس، احنا عندنا حاله يعني كمثال، يعني احنا قضيه العم بليغ في السعوديه، كان احنا طبعا كان كلمنا وقلنا له يعمل ايه في المحكمه، وطلب فعلا من رئيس المحكمه تعيين محامي على نفقه الدوله، ودرسوا حالته، كنا بعتنا بحث اجتماع عنه، ورئيس المحكمه وافق بتعيين محامي على نفقه الدوله. طيب اضافه لكده، لما احد الساده المحامين في مصر لما بيكون حاضر في المحكمه والجنايات بالذات، لان يمنع على المحكمه نظر دعوى الجنايات الا في حضور محامي للدفاع لتولي الدفاع عن المتهم، بيتم تكليفنا في المحكمه يعني في لحظتها بدراسه القضيه. تمام، وبندرسها وبنقف نعمل مرافعتها وبنقوم بالدور اللي القانون الزمنا بيه، لانها رساله مش مهنه. وفي الاخر عدم القدره او القدره، طالما اتحصل تكليف من المحكمه، انا ما اقدرش اخد مليم او قرش او جنيه من المتهم اللي اترافعت عنه بتكليف رئيس المحكمه. بالظبط. وبعتبر ده تشريف ليا. بالظبط. وفي الاخر انا عايز مقابل، براجع النقابه عندي، اخد مقابل بسيط على قد اللي انا عملته، ولكن ساعتها لا بتتحدد الحد الاقصى ولا الحد الادنى. ومعالي الرئيس لمحكمه الجنايات لما بيكلف حضرتك، هو شرفك على فكره واعتبرك حد كويس، عشان كده قال لك اترافع في القضيه دي، فبيكون ساعتها مش محتاج فلوس خالص، ومفيش فلوس يعني هتبقى قد ان رئيس محكمه يحترمك فيقول لك خد ده اترافع عنه. هما بس حضرتك طبعا الحاجات دي في مصر، هناك نفس القصه طبعا ولا طبعا إيه؟ نفس القصه يعني. طبعا هو عم بليغ طلب منه فلوس؟ لا، قالوا له هيحضر معاك 3 جلسات، عشان 3 جلسات هيعدوا 100,000. هو طبعا رئيس المحكمه وافق بتعيين محامي، ولكن الحمد لله. طيب احنا ما احتجناش كده. هاخد ام خالد عشان بصراحه انا ما اقدرش اقول لها لا. معانا ام خالد. اهلا وسهلا يا حاجه. اهلا وسهلا وبركاته، ازيك حضرتك؟ في نعمه يا ام، الحمد لله رب العالمين. ربنا يسترها معاك. ازيك يا مدام اسماء؟ ازيك يا ام خالد؟ ازي حضرتك؟ ربنا يسترها وياكم. ربنا يبارك ربنا يخليك يا حبيبتي. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يسترها وياكم. طب حضرتك الجديد دلوقتي في القضيه دي ايه؟ احنا طبعا كلمنا مع المستشار سحبان بناء عن التعليمات اللي صدرت، اللي كلها بصيغه رحمه كده لموقفنا وموقفكم، وهيقدم باذن الله اول اسبوع طلب رسمي
للقائم بالاعمال في سوريا، بحيث ان الاماكن اللي موجوده فيهم يتم التعامل واثبات وجودهم، وبناء عليه الدوله تقدر مؤسسات الدوله انها تتدخل، وان شاء الله باذن الله في اقرب وقت ممكن تنتهي الاجراءات ويكونوا في حضنك مخال. ربنا يبارك لك، ربنا يكفيك شر المرض. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى، الحاجه الثانيه انا بطمنك، انا جبت صوره صاحبنا اللي كان بيهددنا ويهددك، تمام؟ وقت ما يجي عندك بس قولي لي انزل صورته على الهواء. ما هو انا بعتها لمدام اسماء. صورته في كنترول، ما تقلقيش. بس تقلقيش يعني، خليكي بره الموضوع، هو بس يهوف تاني. انا والله انا عندي فكره من اخرى، ولا ما عندي احلى من عيالي في الدنيا. احنا قبليكي وربنا يحفظك ويجمعك على خير ويردوا لك يا رب سالم غانم باذن الله. ربنا يستر يا ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك، يا رب يكفر شر الداء انت ومدام اسماء يا رب. اللهم امين. احنا وانت يا رب العالمين، احنا وانت يا رب. يا رب يستر وياك واستاذ عماد وكل اللي سالم. يا رب يا رب. انا برجع تاني اقول لعماد النويهي، برجع تاني اقول استاذ نصر القوسي، برجع تاني اقول استاذه اسماء، برجع تاني اقول الناس اللي قالوا لنا هم نفسهم ام خالد والناس دي مشكورين لان هم وثقوا فينا. الحمد لله. بس وان شاء الله باذن الله اوعي تعيطي عشان انت دمعتك غاليه علينا، والله هيرجعوا باذن الله ان شاء الله. وانت اكتر واحده عارفه ابنك عايش ولا لا ام خالد، اوعي حد يضحك علينا. ان شاء الله هيرجع ويترمي في حضنك باذن الله، وربنا يصبرك على بعاد اليومين دول، وان شاء الله نفرح مع بعض قريب. شكرا. والله ام خالد كانت معانا وشافت مكتب معالي وزيره الهجره قبلوها ازاي، ومهتمين ازاي بالموضوع، وزاره الخارجيه قبلوها ازاي، فان شاء الله باذن الله كل مهتم والله، وان شاء الله هنلاقيهم ان شاء الله. بنأكد على ان طب انا سامع ام خالد، انا مش سامعها هنا. لسه موجود على الخط بس مش ما دخلهاش. ماشي. شكرا ام خالد، وتقريبا حصل حاجه. بس ف هنعيد تاني، مؤسسات الدوله في ناس شغاله بتهدها، مؤسسات الدوله في ناس شغاله بتتاجر بيها، مؤسسات الدوله في ناس من يعني من اهدافها التارجت بتاعها ان يدمر المؤسسه دي وما يكونش لها احترام لا بين المصريين ولا بين الاجانب. بالظبط. ده لا، احنا ضد ده. لا بجد، احنا ضد ده. وحضرتك لازم تقف ضد ده، والله حضرتك المضرور. خوف الناس من مؤسسات بلدك، احترم السفاره اللي بتقعد تشتم عليها صبح وليل وبعد كده ترجع تقول لها الحقيقه انا اتسرقت. احنا عندنا ناس اتعاملت مع ناس، بس مش في الحلقه دي، لان انا عندي تسجيلات صوتيه هتعجبه جدا. في واحد شغال نصب في الرياض كده، والحمد لله جبنا له تسجيلات صوتيه، هنمتع الناس بسماع صوته الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. بس الموضوع ده مهم جدا، الكل منتظره. الاتعاب زي ما اتفقنا ما اتطلبش من عم بليغ حد معين وقال له هيحضر معاك جلسه ونص مثلا، او هيخلخلك الدرس ده، هيلخلخهولك عشان مش هينفع. رئيس المحكمه تخلعه. او الشيخ عايل له محامي، وهو الحمد لله احنا ما احتجناش بقى يعني. أنا بس على ما الجلسه جت كان الورق وصل. حبيت اوضح دي عشان الناس ما تخافش وتبتدي تتعامل في الاطار القانوني. القانون لو حضرتك ما تعرفوش وما طلبتش بيه مش هيجي يتنفذ على حضرتك، وحد يطبطب عليك ويقول لك لا نفذ القانون ده في صالحك. القانون اتعمل عشان التنفيذ، مفيش حد هيشفق عليك عشان مش عارف. لو مش عارف في قضايا جنائيه هتتحاسب وهتتحبس، لو مش عارف في حق ليك هتضيعه عشان ما طلبتش بالقانون. معانا الحاج نصر، هناخدها على طول ونختم. حاج نصر اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيادة المستشار؟ في نعمة يا أمي، تحت أمرك. ربنا يكرمك يا رب. أنا الحجة نصرة تحت البحيرة اللي شيحت لك الورق بتاع أخوي. عارف يا أمي، وصل وتحت أمرك. ربنا يبارك لنا في عمرك ويبارك للأستاذة أسماء في صحتها وولادها يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي، تحت أمرك. احنا تحت أمرك يا حجة، وما تقلقيش، وإن شاء الله بإذن الله نلم بس الموضوع عشان باذن الله اقول لك اوكي، وان شاء الله باذن الله ما تخافيش، ان شاء الله قريب جدا باذن الله. ان شاء الله ربنا يبارك لنا فيك، تحت امرك. ربنا يبارك لنا في عمرك ويبارك في صحتك وفي ولادك. احنا تحت امرك يا امي، تحت امرك، تحت امرك. شكرا يا حاج. طبعا الحاجه نصرة كان ليها اخ عايش في الاردن بقى لفتره كبيره جدا واختفى، بس فلا هي عارفه توصل له ولا هي عارفه هو عايش ولا هي عارفه حاجه. وليها طبعا ميراث مشترك بينها وبينه، والميراث ده طبعا ضاع لعدم وجوده، وهي مش قادره تتعامل عشان طبعا مش موجود. طبعا فابتدينا نتواصل كده، وباذن الله على اول اسبوع ان شاء الله هيكون في تواصل مع جروبات من اللي هناك، وهبتدي نبحث عنه ان شاء الله. ونتدخل معانا ناس كتير جدا من السعوديه والمجاميع بتاعت المصريين، على اساس ان احنا نعمل
يعني عملية بحث عنه في الموضوع بحيث ان شاء الله باذن الله يجي لها اخبار عنه وطمنها عليه. بالمناسبه احنا عندنا حد تاني متغيب برضو في العراق واهله تواصلوا معايا وبعتوا لي التوكيل لسه جاي امبارح، فبرضو احنا نفس الموضوع متغيب بقى له فتره كبيره واهله مش عارفين عنه حاجه. احنا عندنا اخر حاله تقريبا اتكتب فيها طلبات وتقدمت للجهات الرسميه ان حد شاب مصري مش هقول اسمه طبعا لان محدش دخل اتكلم عليه، وصل مطار الملك خالد بمجرد وصوله اتصل على اهله في شهر 11 اللي فات وقال لهم انا اتقبض عليا ما اعرفش ليه، طب معاك اي حاجه مخالفه؟ طب شال حاجه؟ لا بس، وبناء عليه حتى اليوم ما نعرفش عنه اي حاجه. فين؟ في الرياض مطار الملك خالد. بس وقدموا طلب رسمي على اساس يشوفوا، كانوا قدموا قبل كده طبعا، كانوا عملوا مداخله معانا من فتره تقريبا، كانوا عملوا معانا مداخله وتواصلوا معانا وبعتوا الورق وعملنا الخطابات وبعتناها. ان شاء الله نتابع معاهم الحلقه الجايه نشوف ايه اللي تم، لان بصراحه الرد اللي كانت رد عليهم المره الاولى لا يجوز حتى ان احنا نقوله، يعني ما ينفعش نسال حد او دوله عن مواطن مصري هل عندك ولا لا يقول لي عندي ومحبوس، لا، لان حضرتك لو هتسال هنا الجهات الرسميه عندنا بتقول حضرتك محبوس على القضيه رقم كذا وعلى ذمه كذا ورهن دايره كذا ومحكمه كذا ويجوز تدخل حضرتك او لا، ممنوع عنه الزياره او لا، تفاصيل. ده الرد الطبيعي اللي المفروض يترد علينا لان احنا مصر، احنا مش دوله تانية. بس طبعا اخر حاجه احنا من الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله هنطلع من 7 لـ 8، مش من 6 لـ 8، من 7 لـ 8 كل اسبوع. الوقت هيبقى ساعة، هتبقى حلقة واحدة إن شاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله. بس وده عشان يعني حاجات كتير قوي بس، واحنا مع بعض إن شاء الله بإذن الله طول الأسبوع بنتواصل وبنرد على بعضينا، وعشان حتى نخفف عليكم ما تفضلوش قاعدين ساعتين. وفي النهاية كلمة أخيرة للأستاذة أسماء. كلمة أخيرة بس، موضوع عم بليغ تاني، عم بليغ طبعا الحمد لله حصل على البراءة، حضرتك اتكلمت اخر مره الحلقه اللي فاتت، لم يتم اتخاذ اجراءات كفالته صح؟ بالظبط. نكمل الحلقه الجايه احنا تاني بنناشد وزاره الخارجيه والقنصليه في السعوديه. صباح الخير. يا مساء الفل على كل حبايبنا في الغربه هناك، واطمن احنا هنا كلنا معاك، معاك في الغربه وشايفينك، معاك في الغربه الله يعينك، معاك في الغربه هنتكلم عن اجمل ايام سنينك، هنوصل شكرك لكل الناس اللي مفرحينك، وهنوصل صوتك بردك لكل اللي مزعلينك، أصل المغتربين فرحتهم بتفرحنا، وحل مشاكلهم عنوان نجاحنا، وثقتكم فينا هي سلاحنا، معاك في الفرحة وفي المحنة، هنتكلم في كل المواضيع ونشاركك فيها، هنقدم حلول في أي برنامج تاني مش هتلاقيها، رحلة نجاحك مع بعض هنبنيها، معاك في الغربة مفيش حاجة هنخليها.